صراحه كيبان الفرق من واحد كيعتني براسو بالماسكات الطبيعيه. والله الا واخيرا شويه البشره ديالي ولات شويه مؤخرا بحال حتى حاله واخيرا. عليكم كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. هذا الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم هول من عند شين السيد الاسيوي اللي كلشي كيحماق عليه وكلشي كيتقدم منه من العالم كامل. يعني واحد السيد اللي كيبيع صراحه اثمنه مناسبه والكاليتي مزيانه مقارنه يعني الا قارناها مع المحلات ديال الموضه اللي كاينين هنايا. لهذا المحل هذا كنصحكم تجربوا منه. سي ما نقول لكمش 100% كيوصل لكم كلشي هو، ولكن سي 90% كيوصل تقريبا كلشي كاليتي مزيانه الا رديتوا البال. الاسئله اللي كيجيوني هما المقاس، شحال كيتعطل، كتسولوني بزاف على هاد السيت هذا، واخا انا في كل فيديو كنحاول نجاوبكم، يعني واخا ما كتسولونيش حقاش عارفاكم غتسولوني، كنجاوبكم حقاش عارفاكم غتسولوني قبل ما تسولوني. يعني الاسئله اللي كتسولوني هما عواطف شحال كيتعطلوا باش يوصلوا، شحال كيتعطلوا باش يوصلوا. يعني كتجربتي انا هنايا في اسبانيا شي مرات كيوصلوني في 7 ايام، يعني كيوصلوا 5 ايام 7 ايام، مؤخرا وصلنا واحد الباكيتي في 5 ايام، وشي مرات كيوصلوا في 10 ايام 15 يوم، ولكن لا تعطلوا في 15 يوم. الا خديتو مثلا الحاجات اللي يكونوا خفافين يقدروا يصيفطوهم لكم في باكيتي واحد، بالحقيقه الا خديتو مثلا الحوايج الصباب والسيكان كيقسموهم لكم على جوج مرات، يوصلكم باكيتي الاول من بعد كيوصلكم الثاني في يومين ولا 3 ايام مورا الاخر، يعني ما كيتعطلوش. يقدروا يوصلكم مره واحده، ولكن جربتي انا وصلوني فرقين، واحد وصلني اليوم مثلا، واحد دازت يومين وصلني الثاني. الكاليتي اللي رديتو البال غادي تاخذوا داكشي مغزال، خصكم تردوا البال تو باش من النوع ديال التوب باش مخدوم، كلشي كيعطيكم الانفورماسيون في التحت يعني الديتايز، مثلا هاد التوب باش من توب، القياس كيكون القياس البنات لتحت ملي كتضغطوا على ال ولا اكس ال كيطلع لكم ديك الساعه المقاس ديال الكتاف ديال الطول ديال اللبسه من اللور ومن قدام، يعني كيعطيكم جميع التفاصيل. لهذا ردوا البال هادشي قبل ما تقداو من عند شين باش ما تصدموش وتلقاو شي حاجه مثلا لحقاش، ولو انا تلبس ال من شين. يعني تقريبا صراحه كناخذ ديما شي ال من شين وكتجيني هي هذيك الصراحه، ولكن واحد المره خديت ال جاتني شويه واسعه، يعني واحد المره شوف شحال مره كنتقدم عند شين. لهذا من الاحسن حنا شنو خسرنا قبل ما نتقدم من عندهم نشوفوا نضغطوا على ال ولا الاكس ال ونشوفوا المقاس ديالنا واش هو هذاك، يعني كيعطيكم كل شيء بالتفاصيل. لهذا انا كنصحكم بهذه القضيه باش ما تصدموش باش ما يضيعوش لكم فلوسكم. بالنسبه واش كيرجعوا الحوايج لو وصلكم ماشي حتى تما ولا جاكم كبار، سي عندهم هذه الاوبسيون، ولكن انا صراحه ما عمري جربتها، الا جربتها شي مره غادي نقولها لكم، ولكن انا شخصيا ما عمري جربتها. كنظن لي جاوبتكم على كل شيء. بالنسبه للام في واش كتخلصوا الام في ولا لا اللي هو التوصيل، على حسب. شي مرات كيديروا مثلا وصلتوا 28 يورو ما كتخلصوش التوصيل، شي مرات كيديروا 23، كل مره وشنو كيديروا. لهذا نتوما قبل ما تقداو ملي كديروا داكشي في السيستا ديالكم كتعمروا السيستا ديالكم كيقول لكم عندكم الام في غراتويتو ولا خصكم تخلصوا القد القد ديال الام في. صراحه ماشي غالي بزاف مقارنه مع بزاف ديال لي سيت ديال الحوايج. وحاجه اخرى هو انه في البلاك فريداي غادي يديروا بزاف ديال التخفيضات. لهذا الفيديو اللي غيجي مور هذا ماشي زعما اللي غنحط مور هذا سينو غيكون بزاف مور هذا، الفيديو ديال شين اللي غيكون مور هذا غادي نجيب لكم واحد الكود برومو غادي يكونوا فيهم الاثمنه جد مناسبه، يعني غيكونوا اصلا دايرين ديك الساعه نعلمكم على التخفيض اللي غيكونوا دايرين، غادي يوصلوا يمكن حتى 80% ديال التخفيضات. لهذا غادي نشارك معكم بعض الملابس اللي انا عجبوني، ما عرفتش غيكونوا داخلين تما في التخفيضات، ولكن المهم غنشارك معكم واحد الهول اخر وغادي نعلمكم في ديك النهار اشنو هما الحاجات اللي كاينين والمعلومات اللي عندي انا باش نقدر نعطيهم لكم. لهذا ردوا البال في الفيديو اللي غادي يجي مور هذا ديال شين. كنهضر جاوبتكم على جميع الاسئله، ما كنهضرش غير كنهضر باش نهضر باش تقول لي عواطف راه كتهضري بزاف، نو سينو باش نعطيكم معلومات باش البنات اللي بغاو يتقداو يتوكلوا على الله ولا ما يتقداوش، المهم نعطيكم معلومات للاستفاده. ولهذا غادي نبداو في الفيديو غادي نوريكم شنو توصلت شنو هما الملابس اللي توصلت بهم من عندهم اللي هما كيحمقوا هاد المره. عجبني كلشي. بدا البنات اول حاجه باش ما ننساش وهي هاد القميجه هادي، وكما قلت لكم غتلقاو جميع لي ليان ديال هاد الملابس اللي توصلت بهم غتلقاهم في لاباغ دافو باش تجيكم بطريقه سهله. ولا تقديتو منهم شي مرات الا خلاو لي شي كود برومو غادي نخليه لكم، الا ضغطتو تقديتو من هذاك ليان تينقصوا لكم شي شويه لانكم تقديتو من ليان اللي عطاوني انا. لهذا غادي نخلي لكم ليان ديال كلشي هادشي اللي غادي تشوفوا وحده بوحده في لاباغ دافو ولا في خانه الوصف. لهذا دائما تبقاو تفقدوا خانه الوصف واخا ما تبغوش زعما تبغيو تشوفوا غير شنو لبست تمشيو تقلبوا عليه، ولكن تفقدوا انا نخلي لكم شي كود برومو ديال 10% 20% اللي كان غادي يفيدكم ومصلحتكم. لهذا اول حاجه خديتها البنات هي هاد البلوزه هادي. عرفتي البنات هاد البلوزه من الحاجات اللي كتصدمك ولكن تصدمك صدمه زوينه، يعني التوب ديالها كنبين انه زوين، ولكن عرفتي ما قيستها حريريه البنات. عرفتي واحد التوب كتلبسيه مريح ما كتحسيش براسك بحال مخنشه ولا
نو واحد تو صراحه اللي الكاليتي ديالو رائعه 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 عرفتي حمقني البنات عرفتي دابا لبسها عرفتي دوك البيجامات ديال الحرير البنات اللي كنلبسوا لك داك الحرير الزوين ماشي داك الحرير الخايب داك الحرير اللي كتحسي به بالراحه بحال هكا القميجه لوصه ديالك كتحمق خديت فيها البنات الال ها نتوما كتشوفوا مهم بالنسبه للطيات انا غنقول لكم الطيات ولا غلطت ولا شي حاجه غنكتب لكم الطيات تحت لحقاش كنخاف نغلط شي مرات كناخذ الاكس ال كيف ما قلت لكم لاني فاش كنشوف القياس كنشك انها تقدر تجيني مزيره وكناخذ الاكس ال لهذا غنبقى نصحح الا غلطت ولا ما غلطتش راه ما غادي نصحح ما دير شي حاجه يعني غنخليكم زعما الطيه اللي قلت لكم هي اللي كاينه المهم كيجيو فيهم هنايا جوج صدفات البنات دابا تشوفوها نوقف نوريها لكم عن قرب المهم اللي بغيت نقول لكم هو التوب ديالها كيحمق كتجي من هنايا فيها صدفات ومن هنا فيها هذا كيتحل وتتسدوه باش يجي يعطي بحال واحد البابيون هنايا بحال هكا صراحه كتحمق البنات في اللبسه انا غادي نلبسها دابا تشوفوا كيفاش غادي نلبسها نفضل نلبسها مع جيلي من اللور ديالها كتجي راه طويله يعني كاين البنات اللي كيلبسوها بحال هكا مثلا محجبات لا غير محجبات الا لبستوها مثلا مع داك السترا ولا كيجي بحال فالدا تلبسوها غير هكا ولا نيت مع فالدا لان فيه واحد الطول زويون يعني محدو مقدود ولكن انا غنلبسها مع جيلي للراحه لانك راكم عارفين في الزنقه غتبغي تحدري غتبغي تهزي شي حاجه لهذا من الاحسن من الاحسن نلبسها مع جيلي باش انا نرتاح من حق ديك الساعه كل واحد وجهه النظر ديالو المهم التوب ديالها كيحمق البنات وبالنسبه للثمن وداك الشيء صراحه ما نقدرش نعقل على الثمن ديال كلشي هادشي كلشي راه كاين في لاباغ دانفون الصبابط خديت البنات هذه المره جوج صبابط بغيت نجرب الصراحه ما عمري هضرت لكم يمكن مشين على الصبابط مره واحده اللي كنت خديت واحد المحل اخر وصافي ما عجبنيش الحال ولكن مشين ما عمري خديت من عندهم الصبابط وقلت غادي نجرب علاش لا وكما قلت لكم الصبابط كيجيو كلهم في الكرتونه ديالهم الحوايج كما قلت لكم بلاستيكه ديالهم كل حاجه بوحده بحال ديما الصباط كيجي كل واحد في الخنيشه ديالو انا نوريكم الصباط خديته على حساب هذه اللبسه نيت اللي غادي نلبس دابا كل واحد كيجي في الفونه ديالو والصباط البنات كيجي بحال هكا كيجي بحال هذا ما عرفتش شنو سميتو كنقول انا داك الخيط ديال الخيشه المهم كيجي الصباط بحال هكا بنات غزال حمقني الصباط هو جي شويه غامق على القميجه ولكن في اللبسه ما غاديش يبان معيق بالنسبه للطايات سي انا خديت في هذا الطايه 40 كما كيبان لكم لانه 40 ديالهم هي 39 في الصبابط اللي شريت في صبابط اخرين الله اعلم لانه البنات صحابه ديالي خداو لي بوط مثلا قالت لك كون خدينا غير الطايه ديالنا احسن لان الطايه ديالهم هي اللي جات معاهم ولكن انا فهاد الصبابط اللي خديت في هذا وفي اللي غنوريكم دابا خديت 40 وجاتني هي بحال اللي 39 ومزيره شويه ولكن مثلا مع السبرديله لبستها دابا نوريها لكم في 39 ترخفات ليا يعني ترخفات ولات كتجيني بحال هي الطايه ديالي في الاول جاتني مزيره بزاف ودبراتني ولكن انا اصلا في السبرديلات كتوقع ليا ديما في الاول كناخذهم مزيرين لانهم من بعد كيترخفوا وكتبقى جديد تلعب فيهم لهذا في السبرديلات كناخذها ديما زعما كناخذهم شويه مزيرين يعني الكونكلوسيون هو انه لكتو كتلبسي 39 في هادو الجوج اللي كنوريكم لانهما اللي جربت خذوا مثلا 40 باش يلاه تجيكم هي هذيك ولا ما تضبركمش في رجليكم كما قلت لكم هذا تا هو جاني شويه مزير بالحق كنظن مع اللبس وهذا غيترخى شويه وغيولي يجيني هو هذاك واصلا هادو كنلبسهم مع داك التقاشر اللي كيكونوا بحال لي باموس اللي كيكونوا رقاقين لهذا ما كنظنش واش غيكون عندي مشكل وصافي وشريته على حسب باش نسقوا مع هاد اللبسه اللي لابسه دابا انا غنوري لكم كيفاش كيجي ملبوس صراحه حمقاتني الكاليتي ديالو ما عندي ما نقول عليها صراحه غزاله 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 وصافي غنوري لكم تشوفوا كي كيجي ملبوس دابا نزول البنات السبرديله الثانيه اللي خديت نيت من عندهم حتى هي نفس الشيء كتجي في الكرتونه ديالها كتجي السبرديله البنات لبستها ماشي مره ماشي جوج نهار وصلتني وانا كنلبس فيها لحقاش حمقاتني وريتها لكم شحال مره في البلوغ المهم السبرديله هي هذه البنات كتجي ستيل ديال واحد السبرديلات اللي كانوا خرجوا لامود ماشي كانوا خارجين ديما لامود كيكونوا هما بحال لي موسخين راه كاين واحد ستيل خرجوا هاد لامارك هذه كيبان بحال لي عرفتي دازت عليه 5 سنين ولا 6 سنين وهو كيتلبس داك الصباط وعامر غير عامر وسخ يعني هاد لامارك هذه بحال لي كتميز بهاد القضيه المهم السبرديله كتجي بحال هكا البنات ها نتوما كتشوفوا من هنايا فيها النجيمه وفيها هاد الشيء بحال الوسخ شفتوا هاد الشيء راه ماشي وسخ يعني هكا داير شفتوا كتجي من هنا بحال هكا ومن هنا بحال اللي فيها زعما غنشوف واش هنا سي بحال اللي فيها واحد المانشاس وهي راه هكا دايره وفي اللبس ديالها كما قلت لكم خديت 40 سي خديت 40 في اللبس ديالها كجاتني في الاول مزيره من بعد صافي اللبسه الاولى ضراتني شويه في رجلي الثانيه والثالثه والرابعه يمكن لبستها 4 المرات
صافي وليت كنحس براسي نورمال كنلبسها مع قشر عاديين ماشي مع لي باموس كتجيني هي هذيك صراحه التوب ديالها ولا الماتيريال ديالها زوين ما عندي ما نقول عليه بحال المحلات ديال الموضه اللي كنتقداو منهم هنايا كما كتشوفوا واحد الماتيريال يعني كومودو مريح في اللبسه حتى هي مريحه ماشي من النوع اللي كتقولي زعما غتلبسيها جمعه ولا ثلاثه ولا اربعه ترميها للزبل لا باينه غتلبسيها واحد المده معقوله صافي السيور ديالها كما قلت لكم حتى هما دايرينهم زعما بحال لي بهذا الباج هذا بحال لي زعما موسخين ولكن صراحه في الرجل كتجي زوينه والديتاي الاخر هو انها من اللور دايره بحال هكا صراحه كتجي زوينه وكتجي مع بزاف ديال الحاجات في اللبس هذه قطعه اللي حمقاتني حتى هي بزاف المهم ماشي كلشي غتشوفوا حمقني وغنوري لكم كيفاش كتجي من البوسه وندوزوا للحاجه الاخرى هادو اللي كيجيو بحال هكا ولا البلاستيكات اللي كتقطعو المهم كل حاجه كتجي بلاصتها كل حاجه كتكون مضويه كل حاجه على حقها وطريقها الصراحه يعني ما عندي ما نقول عليها وصافي المهم بنات الحاجه الاخرى هي هذا المونطو هذا ولا هاد الشاكيطه اللي كتجي ولا بلايزر ولا ما نعرف ولكن عرفتي اللي كيعجبكم البنات داكشي طويل بزاف بزاف حتى لعند الكعب ديال رجلين ننصحكم بهادي عقلت وكتبت لكم واحد المره وقلت لكم في خاطري يعني شي وحده بهادو لحقاش هذا الستيل هو اللي خرج دابا لا مود هاد الستيل هذا ديال الثوب وخرج يعني يكون فيهم بحال كتجوج جوج الالوان يعني بحال كيجي هذا البلو ماغي هذا راه البلو ماغي البنات من هنا الديتاي الاخر هو ان فيهم هذه الخطوطه من هنايا ومن هنا جاوا بحال هكا يعني صراحه الستيل ديالو واعر كيجيو فيه الجيوب هنايا هنايا والصديفات ديالهم يعني بالنسبه الا طاحوا لكم شي حاجه كيعطيكم يطيحوا لكم والطول ديالها راه طويل طويل عرفتي بنات ثقيله شويه ماشي بزاف ولكن ثقيله مع نورمال طويله ومن التحت راه عاديه المهم دابا نسجل لكم فيديو تشوفوها كيفاش كتجي حتى من التحت غنشوف كيفاش ندير نشدها لكم كامله المهم كتجي طويله حتى لعند الكعب البنات اللي كيعجبكم هادشي طويل غادي تحمقكم هادي زوينه المهم خليكم تشوفوها كيفاش كتجي من البوزه باش تفهموا الطول ديالها كيفاش داير لاني ما عرفتش بان لكم هنايا غير كنوريكم هنايا غير التوب ولا ديطاي وداكشي وصافي نخليكم تشوفوها كيفاش جات من البوزه الاخرى البنات اللي تهي لبستها هذه هاد المنطو باقي ما خرجش به بروقيستهم باش نقول لكم جاو قدي يا خديت فيه الال وهذه حتى هي خديت فيها وير سي هذه كنظن خديت فيها الال كنظن نشوف بغيت نتاكد كتبين شي بنات طايه يمكن خديت الال المهم الا غلط راه غنخلي لكم التصحيح ها هي البنات كتجي بحال هكا حمقني الستيل ديالها واحد البنت كانت سولتني على واحد الوحده كنت عندي ولكن هي غامقه كنت خديتها من بولاند بير ولكن هذه زعما هذيك ما بقاتش لانه خديتها شحال هذه وفيها التنتيف هذا وقالت لي بغات شي حاجه بحال هذا الستيل ولهذا الا كنتي كتشوفي الفيديو ها هي بحال هذا الستيل وزايدين فيها القب اكسترا القبه البنات كيجي بحال القطمه وحمقني حمقني اللون ديال الجين ديالها البنات عرفتي كيحمق كيجي مع السرا والبيضين زوين واكيد مع السرا والجين اللي بغيتو كل واحد شنو بغا من اللور بلا بلاصه القب كيجي هذا الديتاي هذا وعاود ثاني هنا من القدام كيجيو فيها كتجي فيها الجيب من جهه وحده باش نوريها لكم اوكي كنبقى ندابزه مع هاد الحوايج باش نوريكم كلشي راه حقو طريقو المهم كيجي الجيب هنايا وكتجيب اللبسه البنات اوفر سايز وطويل عرفتي حمقاتني حتى هادي بالنسبه للمدرسه نهار على نهار شنو بغيتي تخرجي وليدات كجرطه ولا بغيتي تخرجي المهم تشربي قهوه انت وصحاباتك ولا مع الزوج ديالك وبغيتي تلبسي شي حاجه مريحه ما بغيتيش زعما تلبسي وتهزي الصاك وتقادي وتصابي سينو بغيتي شي حاجه مريحه وتبان زوينه يعني تبان حليلوه كنصحكم بحال الستيل ديال التاكيطات واعرين لهذا غنخليكم تشوفوها كيفاش كتجي من البوزه
اللي خديت من عند شين هو هذا الصك اللي كسك انت هما كيجيو كلهم في الفونده ديالهم هذه. الصك البنات هو هذا اللي تا هو صدماتني الكاليتي ديالو يعني الاحسن زوين بزاف بزاف بزاف. كنت محتاجه شي واحد يكون قهوي يكون شويه كبير لحقاش اللي عندي صغور، لهذا خديت هذا وكيجيو فيه هذا اللون هذا بحال ما نعرف بحال لون نحاس غامق شويه كيجي من هنا بتهزو غير بحال هكا. بالنسبه للفتيح كيتفتح بحال هكا الكاليتي البنات الله يتهوى على واعره ولا كتحمق كتحمق. السيكان ديال شين تجربتي معاه رائعه غير هو التفادو دائما الا كنتو بغيتو شي حاجه تصبر لكم داك الحجر اللي كيكون ماشي بحال هذا مثلا كيصبر ما كيطير داك الحجر اللي كيكون كيلمع وكيكون غير زعما حاطينه فدوك واحد البلاصه ديال الحديد اللي كيتشدوه كالجناب هذوك الا كنتو بغيتو شي حاجه تصبر لكم ماشي المناسبات زعما ديروا نهار على نهار تفادوهم لحقاش كيطيحوا هذوك من اي محل. لهذا خذوا شي حاجه تكون بحال هكا احسن يعني يكون فيها هذوك كيكونوا لاصقين. المهم هنا الداخل كاينه هذا الجيب هذا كيجي كلشي عامر بهذا الكارطون وكيجي الجيب ديال سيجيب ديال السنسله الا بغيتو شي حاجه مثلا اللي حصاكم ما تبانش كاين هنا وكاين هذا الجيب هنا يعني واسع بالنسبه نهار على نهار اللي ديروا فيه شي حاجه ديالكم. وعاد كتجي فيه هذه الصمطه هذه الا بغيتو ديروه طويل. دابا تشوفوا كيفاش انا لبستو نوري لكم صافي ماشي زعما نسقتو 100% وصافي. بالنسبه للشدان راه كيتسد هكا وصراحه ملي كيتسد هكا زعما ما تخافيش تطيح شي حاجه كبيره من هنا كما كتشوفوا. ومن هنا لتحت فيهم هاد العيبات هادو كما كتعرفوا هادو صراحه بزوينين ملي كنحطوا الصاك كنحميوه بانه ما يوقع ليه حتى شي حاجه يتشرط من هنا ولا من هنا يعني كيقيسوا هادو الارض وكيخليو انه الصاك ما يجيش فوق الارض ديريكت. صراحه غزال عجبني لي ديطاي ديالو عجبني الصاك يلا خليكم تشوفوه ما صمينوش كيفاش داير مهزوز هكا على الطول. البيجامات بغيت نجرب صراحه الكاليتي ديال البيجامات كيفاش دايره. هنا البنات سي في البيجامات غنقول لكم هذه البيجامه انا ديما نهضر لكم على القياس اللي خديت لحقاش ما شفتش الصراحه القياس واصلا لقيت هذه هي اكبر وحده يمكن عندهم في هذه البيجامه هذه يمكن هي الاكس ال. لهذا خديت اكس ال والاكس ال جاتني شويه سروال ما مريح فانا السروال ديال البيجامه كيعجبوني يجوني واسعين خصوصا هذا الثوب هذا جاني شويه مزير. لهذا ديما خدي طايه وحده زايده على البيجامات اللي موالفه كتاخدي الا كانوا كيعجبوك يجيوك واسعين انا كيعجبوني واسعين لهذا كان عليا ناخذ لحقاش نورمالمون كناخذ اكس ال في المحلات هاد البيجامات كناخذ الاكس ال. لهذا الاكس ال ما جاتش قدي كان عليا ناخذ الاكس اكس ال كنظن دابا شرحت لكم حسن. صافي البنات البيجامه كتجي بحال هكا السي اللي كتعرفوا مريح بزاف صراحه للدار وبحال هكا النعاس كيكون مريح في النعاس ماشي حاجه دايره وكيجي بحال هكا لي ديطاي ديالهم. كيجي هذا السروال فيه بزاف ديال البياسات البنات هاد البيجامه وبيرفكت لو بغيتي ديروها كادو شي عروسه ولا صاحبتكم ما نعرف شي كادو صافي كتجي واعره. كيجي فيها هذا العادي مصديفات اكيد انا راني دشنتها وعاده باش كيجي هذا السويك هذا ديالها اللي كتجي فيه لحقاش كتجي البيجامه الطويله وكتجي البيجامه القصيره كيجي فيها الشورت و اسمحوا لي بنفس هذا كيجي فيه الشورت والصوفيت ما اللي هي سبيتات وعاده باش حاجه اخرين بلاتي نوريكم ما نوريكمش يعني بالتفاصيل صراحه ولكن غنوريهم لكم باش تفهموا. كيجيو هادو يعني ماشي غلاضي سينو هادو وعلى حسب لا بغيتو تطولوه ولا تقصروه. المهم كيجيو الشورت وهذا الشورت وهذا وكما قلت لكم حتى ما عرفتش صراحه ما قيستو. المهم كيجي الشورت وهذا غادي تضغطوا على اللين ديالهم وغادي يبان لكم داكشي بالتفاصيل صراحه باش نوري لكم التفاصيل وصافي. وكيجي هذا على حسب لا بغيتو ديروه فوق عينيكم باش نحسوا بكل راحه وما يزعجكمش الضوء وفي هذا زعما راه كنظن يكفى كاع الريوس واخا يكون راس كبير ولا صغير يجي قدك لحقاش في هاد لاستيكا هذا. وعاده باش كتجي القومه ديال الشعر اللي هذه صراحه ما عرفتش علاش لايقه لانني ما بغيتش نستعملها. شكون اللي كيستعمل البنات هاد القومه ديال البيجامات انا ما كنستعملهمش لحقاش اول حاجه ما الا خصك تخليها غير بحال هكا عاديكور لهذا انا نستعملها. وعلاش هاد البولسه هادي اللي زوينه صراحه مثلا كنا مسافرين نقدروا نجمعوا جوج البيجامه نديروا هنايا ونحطوها باش نبغوا نلبسوا نجيو نجبدوا البيجامه نبغوا نرجعوا لهنايا ما كتبقاش الدنيا تماك مرونه. صافي هادي البيجامه ما غاديش نخليكم تشوفوها ملبوسه اكيد لانه كما قلت لكم السروال جاني مزير بزاف كون جاني واسع نقدر ناخذ لكم شي فوطو تشوفوها ولكن جاني صراحه مزير والفوق راه باين اصلا ما تحتاجش نوريه لكم راه باين هاد النوع ديال البيجامات كيفاش كيجي ملبوس. وندوزو البيجامه الاخرى ولكن هادي غادي تكون كادو ماشي ليا كتجي كتحمق وهادي الا لقيت الطايه ديالي غادي ناخذها حقاش ما عقلتش واش كان فيها الطايه صراحه
وكما قلت لكم هذه خديت فيها الام على حسب واحد الاس، يعني اللي عنده اللي كيلبس مثلا الاس يخصو ياخذ الام، ولكن ما عرفتش صراحه واش غادي تجي قدها ولا شيء، لا ما عرفتش، ولكن خديتها زعما على هذا الاساس. المهم كتجي واحد المبره اللي هي غزاله، اختاريت هذا اللون هذا، كتجي بحال هكا. عرفت البيجامه البنات حمقاتني، معني ما نقول حمقاتني لهذا، ان شاء الله في الفيديو ديال الماجي غادي ناخذها ضروري الا لقيت الطايل اكس اكس ال باش نكون مرتاحه فيها كما قلت لكم. واحد المبره كاليتي واعره، عرفتي واحد المبره اللي مريحه وماشي ديك المبره اللي كتبقى تلمع بزاف، ما عرفتش كتبان لكم ديما كتلمع لحقاش الضو، ولكن ماشي من داك النوع اللي كيلمع بزاف. واحد المبره صراحه غزاله غزاله، وعجبوني هاد الدونتيل هذا اللي عندها هنايا بالبيج. هاد البنات كتجي 3 بياس، كتجي فيها البينوار ديالها اللي كيجي بحال هكا، بينوار قصير ماشي بينوار طويل، يعني هذه الصراحه بدير شي كادو العرائس ولا هذا واعره، العرائس ولا صحاباتكم ولا البنياتكم بغيتو تفرحوهم ولا اللي كان خواتاتكم اللي كان. وكيجي معاها الحزام هذا، ان شاء الله البنات غادي نبقى ناخذ بزاف، نبقى نجرب مثلا بيجامات بينوارات وهذا باش نتوما تبقاو تشوفوا لا بغيتو تزعموا تشريو من عندهم ولا باش تعرفوا الكاليتي ما صومينوس تقريبا كيفاش دايره. وعاده باش كتجي هذه، بغيت نوريها لكم شويه، طويها على جوج شوفوا شويه وصافي باش تفهموا. كتجي بحال هكا فيها هذا كما قلت لكم، هذا هو الكاليتي ديالو مزيانه، ومن هنا كيجي فيها الدونتيل بحال هكا بحال هكا، خصني نوريكم باش تفهموا. المهم انتما الدونتيل شفتوه كيفاش داير في الديكور، والتوب شفتوه كيفاش داير، ضغطوا على لين باش تشوفوا البيجامه كيفاش جات من بوزه، ما نقدرش نوريكم هادشي كيجي من البوز. عرفتي الغبره ديال الحوايج حرقتني هنا، عرفتي الجو مضبب هذا النهار هبيت لطف. المهم ندوزو البنات لاخر لبسه ولا اخر حاجه اللي خديت، هو هاد الشاكيطه اللي خديتها لراجلي، خديت ليه كادر حقاش كنقول عليا انت ديما الحوايج كتاخدي عليك كتاخدي غير ليك، ما كتفكرش فيا ما كتفكرش فيا سابقا ما كتفكر فيا كي صافي صافي المره ناخذ ليك زماني وين شنو عندي شنو عندي من غيرك. المهم خديت ليها الشاكيطه هادي حقاش كانت عاجبه بالقهوي، درتها ليه كادو ما كانش فراسو تكيتش وفرح بزاف 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 لهذا. مره فرحوا ازواجنا اللي ديما معنا واقفين معنا وكيفرحونا حتى حنا نفرحوهم، علاش لا. المهم الشاكيطه كتجي بحال هكا زوينه، الجلد ديالها غزال ماشي داك الجلد كما كنقولوا اللي كيبقى يتخرج ولا اللي كي زعما كيلمع وكيبان خايب، لا جلد ماشي جلد حقيقي البنات، ولكن قلت لكم زعما داك الجلد اللي تيكون تيبان زوين تيبانش خايف في اللبسه. العلاق جاو فيهم هاد لي ديطاي بحال هكا، تقدروا يتسدوا بهاد العبادي من هنايا، صراحه غزال عجبتني الكاليتي ديالها. هانتوما كتشوفوا الجيب هنايا، الجيب هنا باش يخبيو الزيطان ديالهم ما داير حتى شي واحد الفلوس. اي خديت ليه الاكس ال لانه هو كيلبس الال، خديت ليه الاكس ال البنات، لهذا اللي كنرجلكم كيلبس الال خذوا ليه اكس ال، كيلبس الاكس ال خذوا ليه اكس اكس ال، كيلبس الاكس اكس ال خذوا ليه اكس 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 ال والى اخره. صراحه غزاله ما عندي ما نقول، انا نقيسها لكم تشوفوها كي تجي. شوفوا البنات كيف نقيسها، شوفوا وخلي الرجال بربوينو بسناره من اجلكم سوف اعمل كل شيء. شفتوا كتجي بحال هكا اللبسه، صراحه غزاله مريحه في اللبسه، والجيب علاش كاين العمده راه كاين. لهذا بديروا كادو لازواجكم خوتكم لوالديكم اللي كان اشتروا من هذا النوع لانه جميل واعجبني كثيرا. صافي صحاب العزاز، هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون عجبكم، كنتمنى تكونوا استمتعتوا، كنتمنى تكونوا لقيتوا شي حاجه اللي كانت عجبكم وشفتوها عن قرب. يا وعدي ما عرفتش كل جاك يقرقب تا نقول لكم انا بالسلامه. مهم الا بقيت كنتسنى حتى كاع هذا تقرقب ولا هذه ما نقولكمش بالسلامه. المهم بالسلامه عليكم، تهلاو في راسكم، كنبغيكم بزاف 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 بزاف، بوسه كبيره ليكم وتهلاو في راسكم، حتى نتلاقاو في فيديو ماجي ان شاء الله. باي باي.